لو الحكاية فيها إن فيدي بيحصل كتير من الغيب. نعم. الغيب بما يتماشى مع العصر، بما يتماشى مع الحاجات المعاصرة. لكن لما تيجي تقول لي يا أستاذ في كلية الإعلام راجل صفته كذا، وتبدأ تهد هو، أنا أخذ بناء الله. أنا برحب بالنقد البناء للأدب. برمشان فضيلة الإمام الأكبر بيرحب، وفضيلة وكيل الأدب بيرحب بالنقد البناء بأي شيء في الأدب، جامع أو جامع. حتى لو كان النقد في الثوابت. لا لا مش ثوابت، ايه ما يبقاش نقد بقى. لما تيجي تقول له كتب الحديث مثلا، لا كتب الحديث انا من يملك ترخيص انك انت تتهد كتب الحديث؟ لا لا يوجد بشر على وجه الارض انه يقول لك هد كتاب الحديث بتاع الامام البخاري، ده اصح الكتب بعد كتاب الله. من يعطيك الرخصه؟ هذا لا يعتبر نقد يا اخي، يعتبر افتئات، ويعتبر يعني تهجم على الدين، ويعتبر يعني هدم لثوابت الدين. لكن انت قول لي والله كتاب الفقه بتاع سنه ثالثه ورد فيه صفحه كذا الى صفحه كذا، فيه حاجات كذا كذا مش متمشيه مع العقل، ده نقد بناء. انت وهدفك كده انك تصوب مساله الاصل. لكن ما تقوليش ان في لسه حد من امبارح كاتب ان القران الكريم ده مفيش داعي بقى الكلام. واحد يجيب لك فتوى يقول لك آية تديرها في القرآن الكريم تديرها ليس حرام، بل هو فاحشة. إيه موقف الشباب وإيه موقف الشابات لما يطلع واحد يتكلم بالكلام ده على قناة فضائية؟ ده نقد؟ ده نقد ده؟ يا أخي ده اللي ما عندهمش دين ما بيقولوش هذا الكلام. يعني حتى الدول اللي هي لا تدين بالإسلام لا تبيد الدين إطلاقا ولا التحرش. أكبر عقوبة للتحرش في الدول اللي هي ليست مسلمة. فما بالك في الإسلام ودولة الإسلام اللي حرصت على ثني القوانين والتشريعات اللي تدين أي عمل يعني يختلف عرض أو يختلف محرمة. ده ما يعتبرش نقد. لو الحكاية فيها إن فيديو